مرحبا بكم. خيبة أمل فلسطينية من اقتراح الولايات المتحدة 6 نقاط تتحدث عن حل متفاوض عليه للقدس وتطبيق مبدأ حل الدولتين على الحدود مع إسرائيل والأردن ومصر وتقرير مستقبل المستوطنات الإسرائيلية وإيجاد حل منصف وواقعي لقضية اللاجئين وتقرير حصص المياه. المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يقول إن حل الدولتين في الشرق الأوسط قد يتلاشى العام المقبل وإن سعي الفلسطينيين للاعتراف بدولتهم عبر الأمم المتحدة ليس مجديا. تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية في ذكرى انطلاقة حركة حماس بشأن عدم اعتراف حركته مطلقا بإسرائيل تتناقض مع تصريحات له في 22 نوفمبر الماضي أعلن بها قبوله بدولة على حدود 67. الرئيس السوري وأمير قطر يؤكدان أهمية الحوار بين اللبنانيين وتجنب الوقوع في الفتنة، ورئيس الوزراء سعد الحريري يقترح لجنة قضائية لشهود الزور. التلفزيون الإسرائيلي يكشف أن إسرائيل تشارك في تقسيم السودان وذلك عبر رحلات سرية لنقل اللاجئين إلى جنوب السودان. خبير كمبيوتر ألماني يقول لصحيفة إسرائيلية إن فيروس ستاكسنت الذي هاجم أجهزة المنشآت النووية الإيرانية ويعتقد أن إسرائيل قد أوجدته أخر البرنامج النووي الإيراني لـ2. مقتل 50 شخصا غرقا الأربعاء في حادث غرق مركب قبالة جزيرة كريسمس الأسترالية. شرطة نيبال تعتقل ولي عهد نيبال السابق الأمير باراس الذي اشتهر بالبذخ وارتياد النوادي الليلية والقيادة تحت تأثير الخمر في بلد غالبية سكانه من الفقراء، وذلك بشأن اتهامات بإطلاقه النار أثناء شجار مطلع الأسبوع. أخيرا في هذا الموجز، فرق الإنقاذ في جنوب غربي كندا تقوم بإنقاذ سائقي السيارات الذين تقطعت بهم السبل بسبب عواصف ثلجية شتوية عاتية خصوصا في مقاطعة أونتاريو. لمزيد من التفاصيل عن هذه الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير.